مقتصر على شخص او اتنين، النجاح مقتصر لاي حد في اي مجال. فانا شايف ان هو اي حد عايز ينجح وجواه فعلا ان هو يبقى حاجه كويسه وحاجه مهمه هيقدر يعمل كده. بأداء استثنائي لقن ألسنة العالم اسمه، واستحق لقب الفرعون المصري صانع الفرح. النجم المصري محمد صلاح استحال بطلا ونموذجا يتمثله ممارسو اللعبة ومحبوها على حد سواء. بالرباعية التاريخية التي قاد بها فريقه ليفربول للفوز على خصمه واتفورد في الجولة 31 من منافسات الدوري الإنجليزي، واصل صلاح تعديل الأرقام القياسية العالمية ليحرز مركزا متقدما في قائمة أفضل الانطلاقات التهديفية في تاريخ البريمير ليج. محمد صلاح، محمد صلاح، وأبا الله! أرقام صلاح التهديفية جعلت منه أفضل صفقة أجنبية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 1992 من حيث التهديف في الموسم الأول، إذ لم يتمكن لاعب أجنبي آخر من تسجيل 28 هدفا حتى الجولة 31 من موسمه الأول في أي فريق إنجليزي. حقيقة تصطف إلى جانب حقائق أخرى لترجح اقتراب حصول الفرعون المصري على لقب هداف الدوري الإنجليزي لهذا العام. انطلاقة صلاح الصاروخية وأرقامه القياسية لم تكن الدافع الوحيد وراء أسر قلوب هذه الجموع، فاللاعب الذي لم يكتفي بما له من أياد بيضاء على المعوزين من بني وطنه قدم تبرعات تجاوزت 12 مليون جنيه لمستشفى سرطان الأطفال بمصر، وتبرعات لإنشاء وحدة إسعاف بقريته نجريك بمحافظة الغربية، وتكفل بإنشاء معهد أزهري بها، فضلا عن عدد من دور الأيتام والوحدات العلاجية التي تخطت تكلفتها ملايين الجنيهات. البعد الإنساني في مسيرة اللاعب لفت العالم إلى البحث في جذوره، فتسابقت وكالات الأنباء على قريته نجريك للتفتيش عما خفي من وجه اللاعب الذي أثبت للجميع أنه يمتلك عن استحقاق مفاتيح تحقيق أسطورته.